السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أم لجي. اليوم إن شاء الله بحول الله غادي نحضر معكم كاطو سريع، شربوا به قهوة في هذا رمضان إن شاء الله بحول الله. الإنسان اللي كيقصر شوية مور المغرب يعني يشرب معاه كاس أتاي ولا كاس قهوة كيجي رائع جدا، لا في المذاق ولا في الشكل. دابا غادي نخليكم مع التحضير، كنرش واحد رشة الملح مية وعشرين غرام ديال الزبدة، مية غرام ديال سكر سنيدة، غادي نضيف واحد البيضة واحدة كاملة، والبيضة الثانية كنضيفو ليها غير الصفار هو اللي غنستعملو على هاد الطريقة. الأبيض كنخليه باش غادي ندهن به الوجه ديال الكاطو. دابا غادي نحرك كلشي، نخلط كلشي مع بعض، خصني نخلط هادشي مزيان، وغادي نضيف واحد 4 غرامات ديال بيكنج باودر، وغادي نضيف باش نجمع هذا الخليط 380 غرام ديال الدقيق الابيض، كنضيف بشويه بشويه، هنكمل الدقيق اللي بقى لي به غادي نجمع، كيجي رائع هذا الكاطو، زوين بزاف وسريع، يعني الانسان ما غاديش يعجز عليه. ملي كنجمعوا العجين ديالنا على هاد السمك هذا كنجيب العجين نحطو هنايا على طاولة العمل، كندير على ورق الزبدة باش نورقو، كنحاول نورقو غير بشوية، كنتمنى تجربوها كتجي رائعة بزاف.
كنحاولوا نقادوا الجوانب مزيان. ونجيبو داك البيض ديال البيضه اللي شطنا قبيله خليناها، ندهنوا بها الوجه ديال العجين. كم دهنوها مزيان على حساب التزيين في الوجه ديالو. انا حضرت في التزيين شويه ديال الزنجلان او السمسم، يكون خضر ما يكونش محمر، وشويه ديال اللوز. انا ما محمره ما والو، ما حمرتوش يعني خضر، طحنته هرمشته حتى هو. بامكانكم تزينوا باش ما بغيتوا او كوكاو او اللي بغيتوا. المهم انا حضرت اللوز والزنجلان، غادي نجي باش نقسم العجينه في النص. النصف الاول كان نحط عليه الزنجلان، كنزينوا بالزنجلان. سهل وبسيط جدا. ضروري تكونوا دهنين البيض مزيان باش كيلصق عليهم هذا ديال التزيين. هذا ديال الناس الاخر ديال اللوز، واخا طحنوه بالقشره ديالو ماشي مشكل، كيجي زوين في المذاق. كيجي رائع. دابا كنحاولو نهزو هكا، نديرو تبصيل او سنيدة بهاد الطريقة هكا، وهو خضر غادي نبداو نقطرو، يعني تقطيعة عادية كريات. تجي رائع. طلعوا ثاني هذا ديال اللوز، هذاك اختياركم في التزيين، ثم شنو بغيتوا باش بغيتوا تزينوا، يا بكاوكاو يا باللوز. انا عطيتكم اقتراح باش صوبتو انا. دابا غنبدا نقطع الكاريات. ومثلثات نتوما كيفاش بغيتو تقطعوهم. يجي رائع جدا. دابا غادي نديرو في الفرن على درجة حرارة
150 نديرو لتحت باش يطيب لي من التحت. ودابا راني طلعتو الفوق باش يتحمر له شويه وجهو من الفوق، غادي نخرجو. دابا ها هو دا وجد الكاطو، يجي رائع. محمر من كل اتجاه. كيجي رائع ودغيا كيوجد في البلاصة. كنتمنى تجربوه حتى نتوما. كيجي مقرمش. جهة مقرمش ها. هذا هو الفيديو ديال اليوم ديال الكاطو، كيجي غزال. بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب وضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد.